صباح الخير. ليجري إتمام قراءة كتاب سمته المعجم الأمازيغي في الشعر الملحون المغربي. المعجم الأمازيغي في الشعر الملحون المغربي للأستاذ مبارك أشبارو، صدر سنة 2022، وهو في 216 صفحة من الحجم المتوسط. والكتاب كما سلف ذكره يوم أمس جدير بالقراءة وبالبث الواسع لمضامنه ولمواقفه، والمطوع لا يستقيم إلا في الوسعة والمراء العميق، وبقراءة الكتاب وتنظيم جلسات النقاش في مضامنه خدمة للتعدد الثقافي داخل الوحدة. وتلك هي فلسفة الأستاذ مبارك أشبرو. ويجب التذكير أن غاية الملحون في البلد تنظيم الصلوات الصوفية ليجري حفظها وتكرارها، ثم انعرج الملحون بعد ذلك إلى مناحي الحياة. وفي الحقل الأمازيغي هناك وتريات مضارية للشعراء مثل الملحون، مثل الملش في القرن 19 من أغبال الكردوس، وإبراهيم النهو في بوزموت في سنة 1934. ففي الوتريات المضارية يكون المضمون أقوى من النظم، أقوى من القافية. مثلا أورو اللي في الفاكونتا الدونيت وار الصاح تخسيس داي السماد مراد ياوي باب المانتا اللي خديسات. نعيد أورو اللي في الفاكونتا الدونيت وار الصاح تخسيس داي السماد مراد ياوي باب المانتا اللي خديسات. معناه اكتب الأليف طلقك المريض يا دنيا، إنه ينتظر صاحب الأمانة أن يأخذه كما وضعه كما خلقه. وليست الغاية من البيت بيان الحرف ألف أو القافية ألف، بل الوقوف عند تفاهة الحياة. رتب الأستاذ مبارك أشبرو المعجم الأمازيغي ترتيبا هجائيا، وأحب ترتيب قراءته وفق المجالات الوظيفية. وأحب ترتيب قراءته استحضارا لقوة المضمون وقوة المعجم ومعنى الكلمات المضمنة في شعر الملحون، الكلمات الأمازيغية بالطبع. وفي الكتاب مجال الأطعمة ومجال النباتات ومجال الفواكه والحيوانات، وهناك مجال مسلكي ومجال طوبونيمية إلى غير ذلك من الكلمات الأمازيغية في المعجم غني. لننتقل إلى المعجم والبدء بكلمة أبادير. أبادير كلمة أمازيغية، خبز الرحال في البداية، ثم تطور ودخل القرى، وطالما يجري حشوه لحما وبصلا وبيطا وشحما. وهناك من يسميه أخدل بالأمازيغية، ولقد تطور هذا الخبز وحافظ على هويته في المدفونة بالرصاني. وإلى جانب أبادير وردت كلمة تحمرت، وتعني تحمرت بالأمازيغية لقمة، تحمرت أو تلقمت. إنها أكلة تصنع من دقيق الذرة
بعد حرقه قليلا، صفحة 108 من الكتاب، وهي نوع من الزميطة المسمى أيضا إلى جانب تحمر مسمى بندق بالأمازيغية بندق. وذكرت كلمة أزكيف كذلك، ويراد بها نوع من الحساء أو الحرير المصنوعة من الدقيق والزيت، تشرب صباحا كما ورد في الصفحة 29 من الكتاب المذكور. وكلمة أزكيف فاش استعمالها بسوس ونادرة بحوازي سجل ماسة. ووردت كلمة أسكل وهو الكسكس المدهون بالزبدة، وهو ما يسمى في المغرب بالسفة، صفحة 35 من الكتاب المذكور. ووردت كذلك كلمة بغرير في الصفحة 76. ووردت تنخشة أي البصرة صفحة 104. وهنا كلمة بوسكسو وهو ولي من أولياء السفي، انظر صفحة 154 من الكتاب المذكور. وفي الطمور نقتصر على ذكر أو نشهد بأبرار وأبزير وأسرم وتحمت وبوسليحن. أبرار تمر رطب صغير الحجم غير قابل للعجن، وأما أبزيري فتمر لم يفلح الأستاذ مباكي أشبرو في تشخيصه. ووردت بويسليخن وتعني نوع من الرطب عندما يصبح ناضجا يفترق عنه جلده أسليخ أو يتشقق، صفحة 82. وأسرم تمر رقيق، وتحمت كذلك تسمى في ذرة أستحمي أيضا، تحمت أو أستحمي نوع من الرطب البكرية ذات جودة ومستوى رفيع، صفحة 108. وضمن الأشجار وردت كلمة زمور وهو الزيتون البري الذي لا ينتج الزيت، صفحة 29. والشاهد فيه زيد لزمور تقرا فاتحة تما وتبرا. الزمور هنا قصر الزمور بجماعة الخنق بشمال الراشدية، ورد الشاهد في قصيدة الورشان. وضمن الأشجار كذلك وردت كلمة أدمام وهو زعرور الأودية يلد حبا كحب السدر يؤكل، صفحة 24 من كتاب مبارك أشبر. أو الزعرور البري تسمى أدمام باللغة الفرنسية أو بيبين، وللفاكهة فوائد طبية لا مجال لسردها. وطم النباتات كذلك ذكرت أزير وهو إكليل الجبال، وهو من الأعشاب الطبية، صفحة 31، يسمى بالفرنسية لغومارين. يكثر أزير في البصاص الصخرية الجبلية ويتغذى منه النحل. وطمن النباتات الطبية ذكرت أفساس وهو نبات طبي ذو حليب يستعمل لدواء بعض الأمراض في البطن والأمعاء، صفحة 48. وأفسس مرعى للنحل وتكثر النبتة بواد جير. وضمن النباتات ذكرت عبيبوش أو أعبابو وهو الذرة البعلية، ويطلق على نوع من التمر الرقيق واليابس مثل الذرة، صفحة 163. لنكتفي بهذه الأمثلة ونعود إلى الموضوع مستقبلا، وسأحييكم وسأترككم إلى حين العودة لمواصلة المراء في المجال الذي فتحه الأستاذ مبارك أشبرو. شكرا لكم.